وهنا نشوف المركز نتاع المدينة تاع غداية تاريخية، جاي في منطقة مرتفعة، سوف نحاول أن نصل إليه. ندخلوا في الأزقة نتاعو وسنصل إليه مشينا على الأقدام. من طبعا هذه هي الوضع ان شاء الله. ليه طاقة حية سيدي؟ السلام عليكم. خويا باش نطلعوا لهذيك الفوقة كاين جماعة بريدوكين مازال ما جاوش جماعة هنا. ما كاين طريق نقدروا نطلعوا وحدين. حبيت تطلع منا هذيك الطريق. هذيك صحيت. السلام عليكم. وهنا نلاحظ انه كثرة الدراجات النارية، لانه الدراجة النارية هو وسيلة المناسبة للتنقل في هذه الأزقة نتاع غردايا. فيها كثير أزقة خاصة في الأحياء القديمة، يعني أفضل وسيلة للتنقل هو الدراجة النارية.
إذن وهنا رانا وصلنا إلى قمة هذا المدينة، أعلى نقطة في مدينة غردايا التاريخية. وهنا نشوف المسجد العتيق الذي بني في 1053، يعني تقريبا أكثر من 1000 سنة منذ بداية هذا المسجد العتيق، المسجد الإباضي العتيق، إلى يعود تاريخ بنائه إلى 1053 الميلاد. وهنا نشوف المأذنة بطراز معماري رائع. إذن المدينة التي تغردايا يعود تأسيسها إلى أكثر من 1000 سنة. نحاول نصعد إلى أعلى هرم لكي نشوف يعني المنظر نتاع المدينة من أعلى الهرم. نحاول نصل إلى الفوق نشوف إذا كان فيه طريق يؤدي إلى أعلى نقطة في مدينة غردايا التاريخية. أؤكد ذلك دائما عندما نقول غردايا لابد أن نقول المدينة التاريخية تاع مدينة غردايا، لأنه غردايا فيه كثيرا أحياء جديدة بنيت في السنوات الأخيرة. إذن لازم نأكد وندقق في الوصف ونفرق ما بين مدينة تاريخية، نواة تاع مدينة غردايا كما قلنا يعود تاريخها
إلى أكثر من 1000 سنة، وغردايا التي بنيت في عهد الاستقلال وفي فترات اللي جات من بعد، يعني فترات اللي كانت قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، يعني التاريخ هذا تاع بناء مدينة غردايا، يعني العملية تاع البناء كانت متواصلة منذ أكثر من 1000 سنة، كانت فيها مستمرة عبر 10 قرون، والعملية تاع البناء عرفت مراحل مختلفة إلى يومنا هذا. إذن نعاود نهبط من طريق آخر، نأخذ طريق آخر نهبط منه. وليدي الطريق باش تهبط، من هنا باش تهبط لتحت.
منه. اه صحيح. منه ولا منه؟ اه شكرا.